سوري قابل بقى يا حلو. لا ده بس الفرق بتاع الضغط. وانت هترجع انت بقى ويلكم يعني رمضان والعيد وكم يوم وارجع كده. اوكي على فكره اوكي طب اتفضل اتفضل. اوكي هاي هاي انتوا مع بعض؟ لا 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 we're not together. كل واحد لوحده. اتفضل استناني ورا الخط. اوكي 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 سوري. Thank you. ايه الختم الخروج؟ خرجت امتى من مصر؟ I think انه كان بالليل. كان ده قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ I can't remember بس اصله كان من 20 سنة. مصري سيد العرب. اتفضلي شيفي لي على الباسبور ده وانت استناني على جنب هنا. اوكي. الخدادية دي انت واخدها من الطيارة ولا ايه؟ نو دي مش خدادية دي بتاع اللابتوب بتاعي. طب اتفضل. اوكي. بليز. انت اللي اسمك مصري مصري سيد العرب. نورت مصر. ليموزين سير ليموزين ليموزين سير ليموزين ليموزين ليموزين. Excuse me. ليموزين سير. Yeah, yeah. It's a very best welcome. Thank you. كنت عايز اروح فندق اسمه كنت عايز اروح ما بركبش مصريين فورين بس. ليه وايه المصريين مالهم؟ بيفصلوا ويضحروا ويسجروا في الأبيض وبيحوروا في أي هاتش. إيه الكلام ده؟ أنا مش فاهم حاجة خالص. هو أنت مصري؟ لا ما دام مش فاهم حاجة حوصلك. يا ألف ويلكم. مية مقفولة. يلا. ثانك يو. والعربية بتاعتك دي بقى سيدان أو فان؟ إيه التانية دي؟ فان. فان اللي هي العربية اللي فيها باب كده بتبعته أوكي يوم يرجع لك تاني. وابعته ويرجع بايده فاضيه. باب ايه ده؟ باب يو نو باب اللي هو باب فرار. فرار؟ يا قصدك جرار. يا فرار يا جرار. هي دي بالظبط عربيتي. اوكي. ايه ده؟ دي مش فان. انا سالتك العربيه بتاعتك فان انت قلت لي انها فان. دي مش فان. وانا قلت لك ايه هو الفان؟ قلت لي امه باب فرار. اهو فرار ده ولا مش فرار؟ يا فعلا بيفرفر. اوكي انا بس اللي كان المفروض ابقى ادقق في كلامي. اوكي اوكي وانا اركب فين؟ اركب قدام. اوكي طيب ارمي دي فين؟ هفطر فوق. تضرب معايا؟ اضرب يعني اكل يعني. هي اكل بقت اضرب دلوقتي. يا واو يو نو الفول كان وحشني جدا. ده فول بصوص ها؟ بالصوص. اوكي صحيح انا كنت هنسى بكام الساندوتش؟ 60 جنيه. 60 جنيه اوكي. بس ام سوري ده انا مش معايا لسه فلوس مصري. خلاص هغير لك او بدل ما يتنصب عليك. يتنصب عليا انا؟ لا انت مش تعرفني بقى. ده انا انصب على بلد كلها. بس قول لي بكام الدولار؟ ب2 جنيه. طيب بقول لك ايه بقى احنا عايزين نجيب ميه ونجيب كده مثلا رز بلبن حاجه حلوه. ماشي. ثانك يو. كام الميه دي؟ ميه ايه يا راجل كلام فارغ. 30 جنيه. اوكي ودول 1000. اوكي دول 1000 جنيه صح؟ اوكي ثانك يو. طيب نرمي الحاجات دي فين بقى؟ ارمي دي فين ونرمي دول فين ها؟ هات. Hey, what are you doing? Stop it! اللي انت عملته ده كده في الشارع؟ لا في اللي بينظف ويكنس. لازم نشوف حاجة نحط فيها. Please. بس بتضحك؟ ايش؟ يا
حلوة قوي 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 البسبوسة دي. مش عارف أقول لك إيه. أنا مش معايا بس غير دي. طب استنى بقى، غير لي بقى دارس تاني. أوكي؟ لومة القاضي بقى. ممكن أعمل تليفون من موبايلك؟ يا يا نو بروبلم. أوكي أوكي اتفضل. ايه ده؟ شايل كابين التليفونات في جيبك. ايه سلو داون سلو داون، احنا كده ممكن نعمل اكسيدنت. هو اللي كرودي. معلش معلش طريق زاحم، هات انا هاتصل لك. اوكي زيرو زيرو ونين ونين اه وان وان يعني. اوكي اوكي 15 اوكي. وي 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 خلاص 15. يا خلاص 15 يا يا لما اجى ما فاهمك انا على كل حال. معايا حته هتي حاجبها. سلام بقى عشان ما نطولش. يلا لا مش هتاخر. ها او شيت ايه ده؟ معلش اصلي دايما اسيب الموبايل في البيت، اكنها عيانه يعني، فحب اطمن عليها كل شويه. انا مالي نزلتك هنا؟ اصل انا ممنوع ادخل جوه. اجرى. اوكي 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 ما تخلي عندي انا المدرسه. اوكي ثانك يو. ايه المجنون ده يا باشا يا باشا يا باشا؟ وقت الحساب. حساب؟ مش انت قلت لي خلي؟ هي دي اللي فهمتها. دي كانت عزومه مراكبيه كده وكده يعني. اوكي اوكي تقول انت اي كلام يعني وخلاص كده. امسك اتفضل. ايه ده؟ انا عايز 100 دولار. يعني 200 جنيه؟ لا انت فاكرني كرواتيا؟ هتاخد دي ولا امشي؟ ماشي. انت اما تصيح هتصيح عليا انا؟ هتروح مني فين؟ دي مصر كلها اوضه وصاله. كده الجنسيه مختلفه، هنحتاج من حضرتك الباسبور الامريكاني اللي حجزت بيه من امريكا. هو انا مش جيت بيه، انا جيت بالمصري. هو يعني مش فاهم يعني ايه المشكله. اوكي يعني وي كان كانسل الحجز اللي انا عملته من امريكا ونحجز وذ ماي ايجيبشن باسبورت. ما ينفعش نلغي الحجز لان اوريدي مدفوع، لازم هو اللي يلغيه. اتس سيم بيرسون. يا انا هو نفس الانسان. سوري يا فندم بس كده حضرتك بالنسبه لي شخصين، امريكاني ومصري. او ماي جاد. اوكي اوكي ممكن تحجزي لي بده؟ اي غرفة انام فيها؟ انا تعبان. انا اسفة قوي يا استاذ مصري بس الحقيقة ما عنديش ولا غرفة فاضية. What should I do؟ حضرتك تقدر تحجز في اي فندق تاني. هو حضرتك سعودي يا فندم؟ نو نو كويتي. نو بحريني سيادتك. لا لا انا مصري. مصري؟ يا نهار ابيض يا فندم، مش تقولي من الاول، ده انا عليا ليك. من الاول خالص بقى، نبتدي من الاول. اوكي ثانك يو. غرفة 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 غرفة. مع الأسف ما عنديش ولا غرفة فاضية يا فندم. نو نو بليز بليز اي كان يعني اعمل اي حاجة. انا ممكن اعمل لك ياباني لو تحب. اوكي انا ياباني اصلا. لوك انا ياباني اهو بس كنت براعي عيني شوية. هو انا عندي رويال سويت 2000 دولار في الليلة يعني 5.5. وات يا ابن الحرامية فندم. نو نو ام سوري مش انت، انا قصد حرامي تاني. طيب اوكي احجزه ده احجزه. Welcome, sir. Hi. Welcome. I want to rent a car, please. Are you a guest here? Yeah, suite 24. Sorry, هو حضرتك مصري؟ يا يا أنا مصري اه. يبقى حضرتك لازم تمدلنا إيصال على بياض.
اوكي اوكي. انا فاكرك اجنبي يا راجل، شعرك اجنبي و كنت عايش بره بس. اتفضل. الحمد لله على السلامه يا فندم. طيب انا عايز عربيه 4x4. 4x4 اوكي اتفضل. دي شيفروليه كابتيفا 2010 فول اوبشن. طيب كمان انا عايز يكون فيها جي بي اس. جي بي اس؟ انت تقصد نافيجيتور. سوري نافيجيتور. نافيجيتور يا اوكي اوكي يا 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 نافيجيتور عشان العنوان. يا اوكي اوكي. الهرم الهرم. اوكي ده الهرم؟ بس كفايه كذب كفايه كذب. فانا اكتب ايه بقى هنا ها علشان اوصل؟ ماله يعني الكاسيت؟ ماله كاسيت؟ مش عارف وقت شويه وقت. اشتغل. ثانك يو. تمام كده؟ ثانك يو. عايز حاجه ثانيه؟ ثانك يو. يلا رعاية الله. ثانك يو. كاسيت. لو سمحت انا كنت عايز بس اعرف اروح الهرم ازاي. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت هتمشي ستريت كده على طول. وات ستريت؟ يو مين ستريت. بعدين تلف اللوتيرن وترجع تاني. الف ايه؟ لوتيرن. يو تيرن. انت عليك مش فاهم انجليزي. ايه ده؟ سمحت انا عايز اركب حصان. اجر حصان بس كده؟ من عينيا لكين يا ابن عمي، انا في الخدمه والكارت بتاعي اهو. اتفضل. ثانك يو. نوت تول الرهوان يا انا عبد الله بسرعه بكين. حضرتك لبناني صح؟ نو 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 انا مصري. مصري؟ يا من مصر ام الدنيا. يا اهلا بابن عمي. يا اهلا. ولا الرهوان الثاني. ها الثاني. ثانكس. نوت تول نوت تول. ها ها ايه وقفت ليه؟ مو او يا سوري. يلا امشي يلا امشي. ايه امشي. ايه انت مش مصري ولا ايه؟ امشي. اشيلك انا؟ الو هو الحصان اللي معايا ده بيدور ازاي؟ باصص في الارض زي ما يكون في حاجه وقعت منه. انت ليه مديني موديل قديم قوي كده؟ الله هو الرهوان عملها معاك ولا ايه؟ رهوان ايه؟ ده عايز كرسي بعجل. وات ذا هيل. انا كمان بيتهيألي الراديتر اتخرب. اتخرب؟
طب قول له يلا يا زيكو على الاسطبل هيجري معاك على طول. لا قول له انت حصان معاك. سيلو اصل بابا عايز يقول له حاجه. يلا يا زيكو على الاسطبل بسرعه يا زيكو. سلام. Where are my shoes? Oh no. الجزمة بتاعتي مش كانت مخرومة كده. طبعا مش لاقيها يا ابني. لا انتوا خدتوها جوه الجزمة؟ ربنا يعوض عليك. ايه ضاعت؟ لا ما ضاعتش ولا حاجة بس اتسرقت. What؟ اتسرقت؟ طب انا امشي ازاي كده دلوقتي؟ خد الباب ده روح بيه. وباب؟ ايه مش عارفه؟ ما اتدربتش بيه وانت صغير؟ نو اوكي ثانك يو. طيب بكام الوباب ده؟ لا 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 ده فري. ريلي؟ اه اوكي ثانك يو ثانك يو. او شيت ام سوري ده صوته رهيب. اوكي ثانكس. سلام. ثانك يو ثانك يو. انا يا ابني ما تشوف المصايب دي بتعمل ايه على الصبح. موفي موفي. وات از يور ناشونال؟ انا مصري. مصري؟ ده بقى بقى الليله دي بقى لمهلنا كده. هي هي واتس جوين اون؟ هي هي انت تسيح تصور تصريح؟ نو ما حدش قال لي. ما حدش قال لك؟ ما حدش قال لك كمان انك انت ماشي ماسك مدفع وفي زوم؟ واتس رونج؟ رونج ايه؟ لو مالك بتتكلم كده وعوج نفسك ولابس لي شورت وماسك لي ميه معدنيه؟ ايه علاقه الباب اللي انت لابسه ده؟ ودينا الواد ده نتسلى عليه شويه النهارده ركبه العربيه. هي 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 تيك ات ايزي مان. الله واتش ذا كاميرا تو. اخلص يا دي يا غارد دي انا. اخلص يا ابني. قطع البيت. او شيت. وات ذا هيل ار يو دوينج مان؟ دن ويت استنى انت. هو دو يو ثينك يو ار؟ قوم بكلمك. ها شيت. سيلي يا ابني انا محتاج اي اثبات شخصيه ليك او تكون عارف اي حد معاه الطاقه يجي يضمنك. ارفص هنا. يعني ايه ارفص؟ بطل استعباط بقى. اي سوير انا مش فاهم. ارفصه يا صارع لما اروح افطر واجيله. تعال اما ارفصه. اوكي هلو هاي ممكن اكلم راضي؟ يا انا كلاينت. اوكي هاي راضي هاو ار يو؟ انا مصري اللي انت جبتني من عند المطار. اسمعني بس انت اسمعني لو سمحت لو سمحت. هو انا اصلي الموقف ده اسمه ايه ده اللي انا فيه هنا كده؟ قول لهم انك معكوش في الاسم. اوكي معكوش ايه؟ طيب وانا ادوركم وامشي. يا ابني قول لهم انك ممسوك في اسم قصر النيل وعاوز حد يضمنك. اوكي اوكي راضي انا ممسوك هنا في اسم القصر بتاع النيل ده وعايز حد يضمنك. حد يضمن عليا عشان امشي لو سمحت. اوكي ثانك يو ثانك يو. اتبسطت يا عم وردوا عليك؟ افطر بقى. اوكي خد لك شويه. نو ثانك يو انا اكل هنا خلاص. ماشي. يو نو وات اي لايك القرفصه. اتس فيري هيلثي. يا رب راضي يجي بس يا رب راضي يجي. تمام يا فندم. يا صاحبي لسه نايم يا ابني انت؟ يا الواد ده حد جه يضمنه ولا لا؟ في حد جاي دلوقتي يا فندم.
اول ما يخلص اليغمه اللي هو عايش فيها دي تاخده على طول تفسحه. امرك يا باشا. نو 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 ثانك يو، انا مش عايز اتفسح، انا عايز اخرج وخلاص. ثانك يو. معلش يا حبيبي، هنا الخروج الاول لازم تتفسح فسحه حلوه كده. فسحه اصاوي يا عم، فسحك. انا مش عايز اتفسح انا. How are you guys? Hi. Oh, hey, what did I do? Oh shit, my head! Whatever happened to you, right? Please. بصراحة مش فاكره. مش قلت لك مصر دي كلها أوضة وصالة؟ No, please. ما تخلص يا عم أنت، هتضمنه ولا لأ؟ أنا كان معايا فلوس مخبيهم في الأندرويد. انت مش هفتكر غير نصك التحتاني. هم محتاجين ده نصك الفوقاني. طيب ايه دي فلوس بتاعت نص الفوقاني؟ هات بس عشان افتكرك كلك. اوكي بس يا ريت بقى بعد كده مش هلاقيك بتفتكرني من ظهري. ها مين؟ استاذ مصري. ثانك يو. اتغيرت قوي عن امبارح. طب خلاص يا اخويا، انت اهو خد مسك حاجتك وانت خد بطاقتك. احمد ربنا ان احنا عرفنا نجيبها لك من علي اللي جوه دي. الكاميرا بتاعتك سليمه بس مسحنا الصور اللي عليها. وات؟ How could you do that? نعم يا حبيبي. انت ازاي تعمل كده بالصور بتاعتي انا؟ انا مواطن مصري وعندي حقوق مصرية. وانا ضابط مصري والقانون ده بيديني الحق اني لما اشك في واحد اقبض عليه واتحرى عنه واتخذ اللازم معاه، ولو طلع مجرم هنفخه. اوكي. هو انا طلعت مش مجرم واتنفخت. تقدر تقولي انت هتعمل ايه دلوقتي؟ ها؟ هتفسيني؟ اوكي. اتفضل فسي. هتفسي. حاضر. يا ميلان. لا 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 اوكي خلاص انا هفسي لوحدي. يلا يا راضي، يلا راضي. شكلين يا باشا. انا هبعت اجيب الامريكان باسبور بتاعي وحوريكوا كلكم. اوكي. وانت اول واحد انا هوريك. انا؟ ايوه. انت لسه مطلعك من الاس. ايوه بس بعد ايه بقى؟ بعد ما استبز بعد ما استبزتني. اوكي انت مستبز على فكره. انت المفروض يسموك مش راضي، يسموك واطي. واطي؟ ايوه واطي. ايه 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 راضي، مش هتناديني غير بحضرتك يا استاذ راضي. قلت ايه؟ وات؟ حضرتك؟ امشي امشي امشي، مش انا. جو 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 جو. حضرتك لسه بدري على الفندق يا استاذ راضي؟ ابلع ريقك شويه. ها اوكي يا راضي. اوكي راضي يا استاذ راضي. الظرف ده جه حضرتك دلوقتي. اوكي. ثانك يو.
ادياس اميغو. هاي راضي. بقول لك ايه، ممكن انا رجعت العربيه اوكي عشان بتوه، ممكن تعدي عندي هنا علشان نروح كده في شويه مشاوير انا وانت، هديك كل اللي انت عايزه. اوكي باي باي. صباح الخير يا فندم. عايز امشي لو سمحت. ايه سيادتك، في حاجه ضايقت حضرتك يا فندم؟ يا سيدي انا حر، انا حر، واحد ياباني وعايز يمشي. ده تحت امر حضرتك، بس حضرتك مش ياباني، مصري يا فندم. ده حضرتك امريكاني يا فندم. لا انا ياباني. امريكاني يا فندم. ياباني ولا مش ياباني؟ ياباني يا فندم. ياباني ياباني. انا ياباني. اتفضل اعمل تشيك اوت. ثانكس ثانكس. معايا الباسبور ده؟ قال لك اوكي. الراجل واقف هناك ده حرامي. يا ليتس جو. قال له ايه اوعى ايدك يا جدع انت وهو. الحقنا يا مصري. ده انا اعرفه. تعرفني انا؟ انا مش عارفك خالص. قلت لك مصر كلها اوضه وجنينه. خليهم بقى يفتكروا مصرك الوراني. كده مصري؟ مش مصري؟ لا انا من هنا ورايح بقى. اسمي استاذ مصري اوكي. استاذ مصري. استاذ مصري؟ يا اتكل على الله، شوف طريقك. الاستاذ حبيبي يا استاذ مصري. راضي اسمع، انا هديك 100 جنيه في اليوم اوكي؟ هتخليهم 50 دولار. طيب اوكي، ما هو دولار باتنين في 50 يعني 100 جنيه اوكي؟ دولار بخمسة ونص. ايه مان، ده عيني جدا، مش كان باتنين جنيه؟ خلاص انا هديك اللي انت عايزه، بس لو سمحت ما تنصبش عليا تاني، مش عشان اي حاجه، عشان انا صايع جدا. ماشي يا استاذ مصر. رايت. يلا بقى روح هات الفان بتاعتك وانا هجيب الشنطه. ما اقدرش، ما انت عارف ما اقدرش ادخل هنا. اوكي طيب اسمع انت، انا اجيب الشنطه واجي وراك. ماشي يا مصر. وات وات. استاذ مصر دونت فورجيت. اوكي استاذ مصر. يلا روح. طلع بيفهم. هاي انت سبت الفندق ليه يا استاذ مصر؟ عشان غالي قوي. هاي مين اللي قاعدين ورا دول يا راجل؟ يوم ما بنقلبها. مش فاهم انت ليه بجد بتنصب على الاجانب؟ صدقني دول مصريين وزينا بالظبط يعني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بتغني لي دي؟ مين دي؟ دي نانسي عجرم. دي مصرية؟ لا من الكويت. واو. اوتش. ايه ده؟ روح يا باشا، هو اللي كبس عليا. انا واقف هو اللي خبطني، هو اللي غلطان. انا شفت كل حاجة. رخصك بقول لك. اتفضل. زي ما انت. حصل حاجة في العربية يا راجل؟ رخص. مش معلش، هو دلوقتي هياخد مني اكيد. اسفين جدا يا فندم، اسفين جدا. اتفضل. ايه ده يا باشا؟ ده كده هيمشي وحقي هيضيع. حق مين يا ابو حق؟ حق مين؟ اوعى يا راجل، ما تخافش يا راضي، ما تقلقش، انا هجيب لك حقك اوكي؟ تجيب له حقه من مين؟ هو الباشا مين؟ انا مصري. وايه يعني؟ مصري وظابط، مصري وكيل نيابه. هو لازم يعني ابقى مصري وحاجه عشان اعرف اخد حقي يعني؟ يا باشا مش الشرطة في خدمة الشعب. الكلام ده كان زمان يا حبيبي، دلوقتي الشرطة والشعب في خدمة الوطن. اوكي، ومين بقى اللي كان في العربية؟ الوطن؟ مش عايز معارضة، بطاطا. اوكي. اوكي، هو ماشي الوطن يا راضي اللي كان راكب العربية ده الوطن. أنا معايا ده. بطاقة تموين يا مصري. بس اسكت. طيب ممكن حضرتك تجيب علي سيادة اللواء؟ شور، اتفضل. لواء. ما تخافش، بقول لك أنا هجيب لك حقك، اوكي؟ امشي معايا، اتفضل. يلا يا راضي. اتفضل. تأمرني؟ أنا عايز حق الراجل ده. لا مش ده طبعا. راضي
إذا كان الراجل نفسه ساب حقه ومشي علشان يا عيني مصري، لكن أنا مواطن أمريكي أوكي، وعايز أخد له حقه عشان هو ما عملش حاجة. يعني أنت بتهددنا عشان أنت مواطن أمريكي وباسبورك حميك ومحدش يقدر يلمسك؟ يا أوكي إكزاكتلي بالظبط كده أوكي. أنا بهددكم علشان أنا مواطن أمريكي وماي باسبورت حميني ومحدش يقدر يلمسني أوكي. طيب ممكن تقولي الكلام ده في الميكروفون عشان العساكر تخاف منك؟ اوكي اوكي. انا مواطن امريكي وماي باسبورت حميني ومحدش يقدر يلمسني اوكي. شفت خافوا ازاي؟ هي هي حضرتك امريكاني؟ ايوه يا سيدي ايوه ايوه. قلت انا امريكاني وماي باسبورت بتاع حميني ومحدش يقدر يلمسني اوكي. واقول لك حاجه كمان، واقدر ادي اي حد بالجزمه اوكي. ايه السخونيه دي؟ ايه الهوا ده؟ يس ايوه كده يا رجاله صح، انتوا صح، انتوا لازم تعبروا عن رايكم وتعملوا مظاهرات صح، ولازم تاخدوا حقكم. قوي برضو يعني امريكاني بقى. نو 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 لا استنى، ده ماي باسبور هو اللي امريكاني يا، انما انا مصري يا، انا مصري عادي. بص اهو حتى بص مصر، ده كمان اسمي مصري وانا مصري وابويا مصري بسماري ولوني مصري. يا بص عليا، وماي باسبور ده مش حميني اوكي، واي حد عادي ممكن يديني بالجزمه عادي خالص صدقني. انا كمان حتى اكتر اغنيه انا بحبها بتاعت نازلي عجرم، عارفها دي اللي بتقول انا مصري وابويا مصري؟ كمان مش حافظ اغنيه الفنانه نانسي عجرم؟ والله حافظها والله حافظها. لا. لا انت ازاي تعمل كده؟ انت وطي عشان تاخده يا امريكاني. My fucking passport, cell phone. Oh my God. أهلا فندم، مساء الخير. هاي I'd like to check in please. تحت أمر سيادتك يا فندم. جدا استاذ سيادتك، بس في جواز سفر عشان انا اسف جدا 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 مسحت بيانات حضرتك. اوكي اوه ماي جاد. بس ممكن اقول لك حاجه تعالى بس. ماي باسبورت ضاعت. المصري ولا الامريكاني؟ الاثنين. الامريكان ضاع والمصري طار، انا طيرته.
يعني حضرتك دلوقتي لا مصري ولا ياباني ولا امريكاني. يعني ممكن تعتبرني كوري. كوري؟ لا انا اسف والله انا لازم اي اثبات شخصيه بس. ايه ماك ما بليز انا كده هنام في الشارع. انا اسف انا ينفع. صلى على النبي. ايوه خد اسامه خد اسامه كل واشكر. اكسكيوز مي هو مفيش منيو؟ ايه ده هو انتوا كلكم طالبين نفس الاكل؟ ان شاء الله. هو نفس الدرينكس ونفس البطاطس و... رضا يو نو حلوه يعني السكايب والفكره بتاعت المطعم دي انه يبقى كده وان تيبل كله كل الناس الحمد لله. ده انا والشيف مش عايز حد يقوم جعان. الحمد لله تمام. كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم يا رجاله. الف سلامه الف سلامه يا استاذ. لو سمحت مرلي الاكل حلو جدا بالهنا والشفا. ثانك يو. بس هو انا يعني مش عارف الحساب كام. انا بس معايا 10 جنيه. حساب ايه انت عايز تضيع عليا الثواب يا ابني؟ كل سنه وانت طيب. حط فلوسك في جيبك. رمضان كريم. يلا يا ابني شيل الحاجات اللي هناك دي. طب انا كنت عايز اكل ديزرت. عندكم ديزرت؟ كام رقم راضي ده؟ كام رقم راضي؟ لازم افتكره. لازم 0 1 2 يا 0 1 2 5 اوكي. اوه يا 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 اونلي وان ليفت. كان كام اخر رقم؟ كان كام اخر رقم يا فخير يا باشا؟ نعم. ايه كنت بفتكر اخر رقم. ربنا يكرمك تساعدني متاخر علي اجر الاوضه. انت عندك اوضه؟ يا بختك. طب ممكن اجي ابات عندك؟ يا ناقصه. طيب ما عندكش قلم في الاوضه دي؟ عايز افتكر بس رقم اكتبه كده. خد كل سنة وانت طيب. خد يا حلب. خد يا حلب. خد يا رب. انا عايز كله حياة. توزع دراكس دي ولا ايه؟ خد يا حلب. خد. خد. انا؟ تعالى خدها انت. تعالى انت. بقول لك تعالى خد. اوكي. خد. ايه ده؟ لحم. هو انت ليه بتوزعي لحم؟ قصر الديب فريزر في بيتنا اتملى فقلت انزل اوزع اللحم. بوزعها يا عم للغلابة. اوكي ثانك يو. بس انا مش غلبان. امال انت ايه؟ نو انا مصري.
تبقى غلبان، خد اللحمه. نو انا اسمي مصري اوكي، انما انا اصلا امريكان. يا اهو اهو انا امريكان. وايه اللي مدهولك بالشكل ده؟ كنت في مظاهره ضد امريكا. يعني انت جاي من امريكا لمصر عشان تمشي في مظاهرات؟ نو مش هو ده الحكايه. هو انا اللي حصل يعني بصراحه، كمان انا كنتش متخيل ابدا ان الناس هنا كده بتكره امريكا قوي. يمكن عشان ما بتعرفش تتخيل. طيب انت مصريه؟ ها طيب ممكن اسالك على حاجه؟ انا عايز اروح اي مكتب يكون بتاع اتصالات. لا صعب، تعال اركب معايا العربيه وانا اوريك ان المصريين جدعان. هوديك، تعال. ثانك يو. وده اعمل لو سمحت. لا نعم. انت غلبان؟ كلنا غلابه لله. طيب اتفضل. امين ليك الصحه، فيك شر البلاوي، فيك شر من يزيك يا ابني، يديك الصحه. ثانك يو. كل ده ثانك يو. شايف حالي عامل ازاي؟ يلا انتوا مكتب اتصالات مظبوط يا فندم؟ رايت. اوكي طيب، ممكن اعمل اتصال؟ لا يا فندم، احنا شركه اتصالات، حضرتك لو عايز تعمل اتصال او اي تليفون في كشك بره ممكن تعمله منه. اوكي سوري. اوكي نورت. ثانك يو. اوه ماي جاد. اكسكيوز مي، اي وانا ميك ا كول بليز. الله يسهل لك. انا عايز اعمل تليفون لو سمحت، وكمان عايز ازازة مية. ازازة المية بجنيه ونص عندك في التلاجة هنا. اوكي ده الرقم اللي انا عايز اكلمه. ايه بس الرقم ده ناقص نمرة. يا اي نو، انا مش فاكره. احنا هنهزر يا استاذ، ايه النمرة عشان نخلص؟ يعني هو لو مش 1 أو 2 ممكن يبقى 3، احتمال 4، لو ما طلعش 5 نجرب 6. انت عايز تعمل كم مكالمة؟ يعني انا هجرب يعني، بس اكيد مش اكتر من 10. طب هدي تحت الحساب. اتفضل. اوكي. ايه ده؟ انا اول مرة اشوف حد مربي موبايل. هو انت ليه ربطه كده؟ هو بيعض؟ ما هو لو كان بيعض ما كانش 3 اخواته اتسرقوا مني قبل كده. اوكي. هلو؟ الو؟ ممكن اكلم راضي؟ راضي؟ راضي مين؟ محدش هنا اسمه راضي. واحد. هلو؟ الو؟ اكلم راضي؟ راضي؟ اقفل يا اهبل. اثنين. اكلم راضي لو سمحت. طب ما تنفعش عبي. ثلاثة. هلو؟ الو؟ اكلم راضي؟ اكلم راضي؟ بطل معاكسات ياض يا ابني. أربعة. اكلم راضي؟ خمسة. ايه ده؟ هترد ليه كده وانت هتموت؟ ما تردش. سبعة. اكلم راضي؟ اقفل يا عيل يا جزمة. ثمانية. هاي. ايوه. راضي. مين معاك؟ راضي، انا مصري. ايه؟ ما كلنا مصريين. بدور عليك. الحقني يا راضي. ثانك يو يا راضي. بس تصدق الراجل ده بيخسر؟ ده بيبيع المية بجنيه ونص مش ب30. أنا اتمرمنت أوي يا راضي. أنا اتمرمنت. أنا مش عارف إزاي أعيش كده. عادي، زي ما كل المصريين عايشين. راضي ممكن تخليك بس جنبي وتساعدني لغاية ما نشوف أنا هعمل إيه؟ أوكي أبوس صدرك. أجل الرجولة والجدعنة اللي عملتها معايا مع الضابط، أنا مش هسيبك في أزمتك. يعني إيه مش هتسيبني في جزمتك؟ اشرب قبل الأذان، اشرب. إيه ده؟ ده أنت اتمرمطت بجد؟ آه والله. يا سمعت حاجة؟ الأذان. اركب. ده عطشان قوي. طب بقولك ايه، الكاميرا والشنطة بتاعتي فين؟ معايا. اركب.
ثانك يو. طبعا مش فاكر بيتكم القديم وهتدوخنا. لا طبعا فاكر، هنا في القاهره بقالنا ساعه بنلف، عمال تدخلنا في شارع وتطلعنا من التاني واخرتها اعمل ايه؟ بس الشوارع كلها شكلها متغير، انا مش فاكر ولا شارع. انا افتكرت حاجه، كان في واحد بيعدي تحت البيت بيبيع فول. حرقتي ولا مدمس؟ انت يعني بتمتحني يعني؟ مدمس طبعا، وكان بيعدي كل يوم كمان. انا كنت فاهم انه بيعدي يوم اه ويوم لا. ارحم امي العيانه، افتكر حاجه تانيه. طب ممكن نسال حد طيب على اسم الشارع ده اللي انا مش عارفه؟ راضي ذاتس ات يا راضي، اهو شارعنا اهو. انت متاكد؟ طبعا طبعا متاكد. I can't believe it. Thank God. يلا روح بقى، روح بسرعة هناك. شارع بستان المها مهاميز. يا راضي اهو، هو ده الشارع بتاعنا راضي. شارع بستان المهاميز ده، ودي العمارة بتاعتنا. ايه دي؟ انت متأكد؟ طبعا راضي متأكد، انا انسى اي حاجة في الدنيا الا العمارة اللي انا لعبت فيها وتربيت وانا صغير يا راضي. Thank you so much. ويا ريتك ما كبرت. سلام. Thank you راضي. Okay man, okay. Take it easy. شارع بستان المهاميز. يعني اللي ساكنين فيه هنا مهاميز؟ Excuse me مهموز. Excuse me. مهموز مهموز. Okay. Oh my God. Wow. يا ماي جاد. لو سمحت، مش دي عمارة ستة؟ دي عمارة 26. ما هو عدى 20 سنة أكيد بقت 26. طب في هنا ساكن واحد اسمه سعيد عواد. سعيد تختخ؟ يا سعيد تختخ يا. هو ساكن هنا في 26. أوكي. مش في 6. ثانك يو. لا. ثانك يو. يا عجزت قوي. Calm down. انتوا مين؟ احنا اللي مين يا حرامي؟ No. انا مش حرامي، انا مصري. انا مصري. وايه يعني مصري واحنا واخدينك اسير؟ انت حرامي. No. انا مش حرامي، انا مصري. يا شيخ اتقي والله، حتى في رمضان بتسرقوا. هاي شيت. ولا تعال هنا لا يسرقك. No. انا مش سريع، انا مصري. انا مصري العربي. انت سعيد تكتك. الله سعيد، انت بتصاحب حراميه؟ استني بس يا بابا، ده مصري العربي. يس 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 يس. وحشتني يا مصري. اوكي بلاش بوس شت. ازاي راجل غريب يعني ينام معانا في نفس البيت؟ لكن احنا كده والاسم متجوزين وبشوفك بالصدفه، امال لما نبقى زحمه بقى هنعمل ايه؟ وانا مالي؟ هو انا اللي عزمته ولا انت عايز تتخانق وخلاص؟ اتخانق وخلاص؟ انت شايف امك بتعمل ايه؟ امك دلوقتي بقت امك. امال يا خالتي؟ يا خالتي راحت فين؟ منصف. ايوه خالتي. في حاجه يا منصف؟ لا يا حبيبتي سلامتك. الله يسلمك. هاي شفتي الفنان بتاعي؟
ده فانوس ايه ده؟ ده فانوس رمضان. ومين ده بقى؟ رمضان؟ رمضان يا عم، ده كرومبو. كرومبو؟ شبه كرومبو. لا بس خدوده. وانت اسمك ايه بقى؟ حماسة. حماسة؟ وعندك كام سنة يا حماسة؟ سكس. نو سكس. نو 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 سكس. نو سكس. سكس. نو سكس. لصمت الباب مؤقتا. اوكي. نسيت اعرفك بالاسره الكريمه، ده بقى عبد المنصف. اه هاي. اهلا. نايس تو ميت يو. ودي بقى اختي ابتسام. هلو. هاي. ايه ده؟ ايه يا عم؟ انت هتعمل ايه؟ ابوسها. تبوسها؟ ده انا جوزها ومش عارف ابوسها. اوكي احضنها يعني من غير ما ابوسها؟ يا عم لا تحضن ولا تبوس، ده ايه الليله السوداء دي؟ ما تشوف صاحبك ده يا عم سعيد. عايز تبوس مراتي ده كمان. يا عم مصر احنا هنا مش في امريكا، هنا مفيش الحاجات دي. وات؟ مفيش هنا احضان ولا بوس؟ لا طبعا. انتوا ازاي عايشين كده؟ نسيت اعرفك بقى باللندا الصغيره نوسة اختي. من بعيد ولا بتتباس؟ بتتباس. اوكي هاي هاي. انت بس هنا اللي بتتباس سعيد. خد يا ابتسام حته اللحمه دي. لا يا ماما انا مش عايزه. لا خلاص اصل انا زهقت من اكل اللحمه، انا هاكل لقمه بملوخيه. خد يا ماما حط لي شويه رز. حاضر يا حبيبي. كمل يا مصر كمل. اوكي انا مش عندي معلقه بس ممكن معلقه؟ اه اتفضل. ثانك يو. بس يا سيدي وبعد بقى ايه المظاهره ما خلصت بفتح عيني كده لقيت نفسي مش شايف غير نقط سودا بس. انت ان شاء الله ناوي تقعد هنا لغايه امتى؟ ممكن الجوس؟ يعني اول ما انظف الشقه بتاعتي هامشي على طول. لا قصده هنا في مصر. اوكي ثانك يو. والله سعيد انا كنت عايز اقعد على طول بس طبعا بعد اللي حصل معايا ده انا هعمل الشغل بتاعي وارجع امريكا تاني. ده قرار صح جدا على فكره. يا يا صحيح انتوا عايزين مني كام فلوس؟ اخص عليك يا مصري، عايز تدفع ثمن قعدتك معانا؟ يس نورمال. مش باكل وهاكل وهشرب وهنام. يعني انا لو جيت لك امريكا هتدفعني ثمن قعدتي؟ اكيد. طب يا سيدي خلاص مش هناخد منك فلوس وانا لما اجي لك امريكا ما تدفعنيش ماشي؟ لو انا قاعد. ناوليني يا ابتسام طبق البسبوسه. قول يا مصر. اوكي. خد يا حماصه طبق البسبوسه ده تنزل لام عبير بس اوعى تدب صباعك فيه وبعدين تعالى كمل اكل. ياه. واو ايه ده؟ مش ده الشخاف؟ اسمه خشاف. ده من خشاف ولا من ديري؟ ممكن اخد منه؟ لا طبعا خده كله بس بعد اللي قلته ده حد يمد ايده عليه. اوكي بعد الملوخيه بقى بقى. بعد الملوخيه. قوي قوي الملوخيه دي. ده انا اللي قطفتها وانا اللي خرطتها وانا بقى اللي شهقت عليها. ايوه مين بقى اللي عملها؟ كنتش مصدق ان انا ممكن اخد شاور. افتح سعيد. الله اكبر. اوكي يس. يا هاي نوسة. ايه مالك يا نوسة؟ مالك؟ خش جوه خش جوه. في يا عم انت ايه؟ ما ينفعش تمشي كده في البيت، البيت فيه ستات. يا يا انا شفتهم نوسة وابسامة. وانا بعرفك عليهم. عيب 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 ليه؟ متخلفين. البس اي حاجه بقى داري نفسك كنت واقف عريان قدامي كده. اوكي اوكي. وشعرك الجميل ده ماله؟ تلمه. حاضر اوكي اوكي هلمه. اوعدك يعني لو شفت شعرايه بس واحده واقعه في الارض هلمها على طول. اوكي بقول لك ايه؟ نعم. انت الحل الوحيد معاك تتحجب. تتحجب؟ اه. اوكي؟ اوكي. اوكي. صلى على النبي صلى على النبي. ايه ده؟ مين؟ وانت حماسه. ما تزعلش يا مصر من منصف. اصل ظروفه صعبه شويه. اوكي. اوكي سعيد. نو بروبلم. خد دي. ايه دي ملايه؟ دي جلابيه ابويا الله يرحمه، البسها هتريحك. هتريحني زي ما ريحته كده. انا اكيد مش عارف انام في الجلابيات سعيد. ام فاين انا معايا حاجه. ثانك يو. الواحد يعني كان تعبان قوي. قولي بقى انا هنام فين سعيد؟ هتنام على سريري. طب وانت هتنام فين؟ هنام على كنبه منصف.
ومنصف هينام فين؟ هينام في التلاجة بره. وات؟ هينام على الكنبة اللي بره. لا سعيد أنا كده لخبطت كل حاجة، بليز لو سمحت أنا خليني أنام على الكنبة وأنت نام على سريرك، أوكي؟ طب هقول لك، إحنا نجيب حماصة هنا وأنا وأنت نام على السرير. ليه أنت هتصاحبني؟ قصدي يعني يعني أنت هتصاحبتي؟ الجير فريند بتاعي يعني. لا سعيد أوكي أنت نام على سريرك وأنا لا 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 مصري لا 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 ورحمة أبويا ما ينفع. بليز تنام على سريرك ورحمة سريرك. رجلك كبرت قوي يا سعيد. ها؟ وهم القعدة. لا التانية دي كبيرة من يومها. صحيح هو أنت بتشتغل إيه يا سعيد؟ عواطلي. ومبسوط فيها؟ أهي اللي موجودة. ما هنا تسأل المهندس كان نفسك تطلع ايه؟ يقولك دكتور. ولما تسأل الدكتور يقولك محامي. مفيش حد هنا بيشتغل اللي هو عايزه. وانت كنت عايز تكون ايه اصلا يا سعيد؟ طيار. هو مع اني ركبت الطيارة مرة واحدة في حياتي وكنت مرعوب، رحت عامل فيها بتخنق وبموت كده. بس انت كده مشلول مش مخنوق، حركات مصريين. طيب وإيش معنى طيار بقى؟ عشان الطيارين المصريين أحسن طيارين في العالم. You know what؟ ده كلام بيقولوا المصريين علشان يصبروا نفسهم بيه، إنما هو خرافات. زي إن الراجل المصري يروح أي مكان في العالم كل ستات تموت فيه، أو زي مثلاً إن الطفل المصري أذكى طفل في العالم. أو شيت هو كده يعني ممكن ده أذكى طفل في العالم؟ حماسة ده انت ده انت بتقول لي انك كنت بترفض وانا عرفت صعب منك. انا استنى يا حماسة، استنى يا حبيبي، استنى السندوتشات. جبنا نست ولا بيت؟ الاثنين يا حبيبي. مع السلامة. مع السلامة. خد يا مصر. يمكن تحتاج حاجة. ثانك يو. انا فعلا مش معايا فلوس. اول ما يبقى معايا فلوس هرجعهم لك على طول. ترجعهم لي ده ايه؟ ده انت زي سعيد ابني. هو سعيد مش بيرجع في فلوس؟ ربنا يرزقك ويرزقه. اوكي مع السلامه. ثانك يو سي. صباح الفل يا سعيد. صباح الفل يا سمعة. اتفضل. هو سعيد اتفضل فين؟ احنا متاخرين. يا عم يا كلام كده وخلاص. عزومه في المراكبيه يعني. اوكي ايه ده، مش دي السكولر بتاعت باباك سعيد؟ هي هو مات وهي لسه عايشه. اوكي صباح الخير يا سعيد. صباح الفل يا ام فاروق. والنبي عايزك تيجي تغير لي الانبوبه يا سعيد. عينيا الاثنين. تسلم عينيك يا رب، يخليك ويكفيك شر المرض يا رب. ايه سعيد ماتت هي كمان ولا ايه؟ صباح الخير يا سعيد. صباح الفل يا عم سعيد. اتفضل. بس سعيد مش فاضي فانا قلت اقول بداله اتفضل. امسك كده. ايه ده؟ انت ايه حاطط فيها المدرسه؟ امسك يا سعيد. هات. ايه ده ايه ده ايه ده سعيد؟ ايه ده بتعمل ايه؟ ده الكتاوت. كتاوت؟ تقصد الكتاوت كده بالطوبه سعيد؟ يا عم ماشي بالبركه. ازاي بتعمل كده؟ دي مستحيل تشتغل، انت اكيد بوظتها سعيد. نو واي تشتغل. اشتغلت. واو ازاي كده؟ اجري يا عبيد اجري عشان الحق سعيد. سعيد سعيد استنى كويس اني لحقتك. خد عبير معاك عشان الكروس المدرسه فاتها. ها عشت يا اخويا، خلي بالك منها واكلها. انا الاثنين يا عبير. ايه ده ايه ده سعيد، الكلام ده حقيقي ولا عزومه في المراكبيه؟ عزومه مراكبيه يا عم، ما البت ركبت اهو. طب انا اركب فين يا عم؟ بس هنا بكافي 100. اركب وسعت لك اهو. بس كده قال لي اجري، يعني مش قانوني كده سعيد يا عم؟ خليها على الله. حماسه امسك كويس. ها امسك كويس لحسن تقع حماسه. شفت كان عندي حق لما قلت لك خد بالك هتقع. السفير بعت للجهات الامريكيه هناك. مظبوط. اعتقد ان الموضوع هيتاخر شويه. شيت. المشكله ان حضرتك خرجت من امريكا بالباسبور المصري من غير ما تثبت فيه الجنسيه الامريكيه، فبالنسبه لهم حضرتك ما خرجتش من امريكا ولسه هناك. والله انا لسه هناك فعلا. طب وانا عايز ارجع ليه لما انا لسه هناك؟ انت عارف الموقف بعد احداث 11 سبتمبر، وخصوصا انك من اصل عربي. عموما سيب رقم تليفون نقدر نوصل لك عليه. اوكي 012. ايه مصري عملت ايه؟ قالوا لي هنبقى نتصل بيك. طب ايدك معايا ايدك معايا. هو صحيح اللي بيترفضوا في السفاره دول ناس زباله؟ لا طبعا مفيش حاجه اسمها ناس زباله سعيد. امريكا مش بتفكر كده، دي حجه بس بيطلعها الناس اللي هم بيترفضوا. اصلي اترفضت 3 مرات قبل كده. انا
عشان انت زباله يا سعيد. انت ازاي تعمل كده في الشارع؟ معلش اصلي كنت محصور ومفيش حمامات في الشارع. دي حجه بيطلعها الناس الزباله اللي زيك. ازاي تعمل كده في الشارع؟ ار يو كريزي؟ معلش يا مصري معلش. ازاي كده؟ انا فعلا مش مصدق. ركب. ايه ده ليه بيشخبط في الباب بتاعنا ده؟ ده النجار. اوكي النجار هنا عندكم شخبط عادي؟ اوكي شخبط هنا شويه. واو ذيس از اميزنج. اوه اسم الله عليك. I'm fine. ايه ده؟ ليه عملتوا كده؟ ده طلع منها كميه تراب رهيبه. انت مين؟ انا نوسه. وايه كده ليه عجزتي نوسه؟ خدي ام سعيد اديها بدي كده ممكن ترجع شباب تاني. ايه ده؟ كده لبخت الارض؟ اتفضلها ابونا عشان نقدر نخلص قبل الفطار. يلا ايه ده؟ لحم وفراخ وحمام. ايه ده كله صحيح؟ هو احنا مش هنفطر بكره ولا ايه؟ مش عندنا ضيف. وبعدين هو فين؟ ده المغرب قدك. مش ده المغرب ده انا سامعه. عنج جدا. ايه يا ابني اللي تعامله في نفسك ده؟ روح البس حاجه عشان تاخد برد. برد؟ هو اللي همك انه ياخد برد؟ روح البس حاجه قبل منصف ما يخرج من الحمام. اوه منصف ده انا نسيت. عجبت زي ما انت قلت لي اهو. ها المهم نبقى على اقتناع الشومين وتخلعه. مبروك. اول ما سلم بقى. ماما عسلك الطبق ده. يو عزيت الطبق ده. صحيح مش الطبق ده كان برضو المره اللي فاتت كان هنا ونزل تحت باين صح؟ الطبق ده طالع نازل من اول رمضان لغايه ما نسينا هو طبق مين. طب ممكن واحده؟ لا تسد نفسك كل الحمامية دي الأول وبعدين هديك واحدة. أنا الحمد لله شفت يا أم سعيد. أنا حمام تحفة. أنا هقوم أغسل إيدي بقى. أنا جعت تاني أصلي. الحمام بيجوع قوي. في منوم؟ لا جع تاني. الحمام بيجوع جدا قوي. ودي يا سيدي القهوه اللي احنا هنقعد عليها. اوكي ايه ده سعيد اللي قاعد على القهوه ده؟ انا عارفه. لا ايه ده؟ مش ده اسمه عم بلال اللي ساكن هنا معانا في العماره؟ ايه ده انت افتكرته ازاي؟ هو صح. اه يا كبر جدا. مش هتصدق انا افتكرته ازاي. انا افتكرته من حواجبه. هو نفس القعده دي كل يوم وبيقرا نفس الجورنال وغالبا نفس العادات. جود ايفنينج. اهلا. ازيك يا عم بلال؟ انا مصري. انت مش فاكرني؟ مش لما تفتكرني انت الاول. وبعدين انا اسمي هلال مش بلال. هات لك كرسي واقعد. اكسكيوز مي. اهلا يا مصري. عرفت انك انت وصلت بالسلام. يا بقى مش فاكر عمك هلال يا ولد؟ ده انا اللي مطهرك في ايدي. تضحك على ايه؟ ما انا مطهرك انت كمان. ازيك يا مصر؟ I am fine. ازاي يا ابوك؟ عم هلال ماي داد ميت دلوقتي. كان نفسه يجي يعيش هنا في اخر ايامه بس ما لحقش بقى. انا بستغرب على الناس دي. الواحد منهم يهاجر ويضيع عمره بره وفي الاخر يقول انا عايز ارجع بلدي عشان اندفن فيها كأن البلد دي قرافة كبير. الله يرحمه كان راجل طيب. ما قلتليش بقى ناوي تدفن هنا ولا بره؟ انا من ساعه ما جيت وانا متبهدل على الاخر خالص عشان كده ناوي ارجع همشي. لما تمشي يا اخي حد ماسكك؟ انت ماسكه يا سعيد؟ مش ماسكه. امشي براحتك. ولا اقول لك امشي انا. السلام عليكم. ما تزعلش منه يا مصر. عادي يعني هي جت عليه هو. هو بقى بيعمل ايه دلوقتي؟ زي ما هو على حطه ايدك. عنده الاستوديو الكبير بتاعه واللي في التحرير. ياه تشرب شاي يا مصري؟
اوكي بس سكر دايت. اتنين شاي سكر برا. برا ايه؟ انا بشربه سكر دايت يا سعيد مش برا. والله وحشتنا يا مصر. قولي بقى اعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها دي دلوقتي؟ يا عم ما تقلقش، هنطلع لك رقم قومي وباسبور وتروح تاخد الفيزا وتسافر على طول. الكلام ده هياخد وقت طيب؟ كله دلوقتي بالكمبيوتر، خمس دقايق ونخلص ونمشي. اوكي. سعيد سعيد ارجع ورا شويه اقلع النضاره بس. اوكي. فعلا لو مشينا بالطريقه دي كده سته كده في سته فعلا ممكن خمس دقايق نخلص ونمشي على طول. نخلص ايه؟ ده طابور الاسانسير. ايه؟ اسانسير؟ انت متاكد؟ اي خدمه يا سعد الباشا. بامان الله بامان الله. ايه ده؟ ما تقلقش قلت لك كمبيوتر خمس دقايق وهنطير. تعال نشوف ده. اتفضل يا سعاده الباشا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل 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 يا باشا. شو قلت لك؟ انا معايا الاستماره البطيئه بس انا مستعجل. اوكي وعايز اعمل الرقم القومي ده. قومي قومي قومي. حاضر حاضر من عينيا يا باشا. ثانك يو. بس الورق ده مش كامل، هتكمله ولا هتشربنا شاي؟ اوكي اوكي نشرب شاي بس انا صايم. فانت عايز تشرب شاي؟ اوكي سعيد شوف هات له شاي. بس كم معلقه سكر؟ خمس معالق في 20. واو 100 معلقه ده ايه حصان؟ شاي يعني فلوس؟ رشوة يعني؟ رشا رشا رشا. اوكي اوكي فهمت فهمت. طيب يعني هنا كله بيدفع رشا ولا انا بس اللي هدفع؟ قصده يعني بما يرضي الله. انا هنا بشتغل من الاول بما لا يرضي الله. اخلصك ولا تحب تقف في اخر الطابور بما يرضي الله؟ بكام رشا؟ 100 جنيه. فين بما يرضي الله؟ اتفضلي يا هاني. سلامنا للباشا في امان الله مع الف سلام. الله ايه العرق ده؟ اصلها بتمطر في اول الطابور. مطره المطره خير. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يبقى عايزين بقى يا حبيبي شهاده الميلاد. متقلقش تخلص في خمس دقايق. سلمي على بابا وماما مع الف سلام. خش بقى مصري. مش ممكن تعتبرني واحد من العيله دي. خدت بقى شهاده الجيش. ما تقلقش يا مصري خمس دقايق ونخلصه. الجيش الجيش. عايزين بقى من حضرتك اربع صور اربعه في سته تكون ودانك الحلوه دول باينين فيهم. ها وانا اتصور فين بقى دلوقتي؟ عم هلال طبعا. بقولك اتصور مش اتطاهر. ما تقلقش هما ايه دي سعيد خدودك ليه بتهز كده؟ تقريم 10 دقايق كده. واو اوكي. تمام ام ريدي. عم هلال بليز وداني لازم تبان. اوكي اللي يعني انا لو هرتكب جريمه هرتكبها بوداني. اهم حاجه في الصوره انك تضحك. اضحك. استنى يا مصر انا عايز اخد صوره معاك. دي هيعوزوها في البطاقه. اتفضل. ادي اربع صور اربعه في سته وداني مطرطره فيهم. عندنا بقى ضامن يا حبيبي. يلا 9 8. واحده واحده يا مصر. ده انا مامضي ضامن ودي مسؤوليه كبيره. اوكي خلاص خلصت. هو 9 8. اوكي ايه ده؟ ليه كده صورتك عامله كده في الرقم الكومي؟ ليه شكلك فظيع كده؟ ما صور بطايق المصريين كلها بالشكل ده. بس العسكري بياخد الصوره على سهوه. ليه هو عسكري واحد بيصور المصريين كلهم؟ شكلك فظيع بلاش حاجة. في حد دي بس صورته بشكلها عامل كده. ايه ده؟ بلاش حاجة حد يتصور كده بالشكل ده. فاضل حاجة واحدة بس، المؤهل الدراسة. ده ممكن نلاقيه عند عم هلال. لا ده بقى نلاقيه في المدرسة. خمس دقايق وهنخلصه. بس بقى هوي زمان الشاي غالي. 3 معالق سكر ولا 4؟ لا 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 حط لي معلقة واحدة سكر بره. اوكي اوعى بس زلين. قلت لك مليون مره جيبه دي ما تلبسهاش. ما بحبش حاجه ضيقه. ده انا لابسها لك. يبقى هي المصيبه اللي لابسها لي. بصي طول ما انا في البيت لا جيبه ضيقه ولا بضي ولا بنطلون جينز. عايز ذكر قدامي الشاي. حرام عليك.
هم على طول كده بيتخانقوا مع بعض. طيب ما يتطلقوا. يتطلقوا ايه بس؟ دول بيحبوا بعض قوي. طيب ما يجربوا يكرهوا بعض شويه، ممكن يبطلوا خناق. دول كانوا متجوزين ودلوقتي بقوا في حكم المخطوبين. بعد جوازهم بست اشهر في بيت امه، اخوه اتنصب عليه في مقدم شقه زي بليز. اوكي. وراح متجوز معاهم في بيت امه، والشقه ضيقه. وابتسام اتخانقت مع حماتها، راحت امه قالت لها هاتي عفشك وجوزك وتعالي اقعدي معانا هنا في الشقه. ومن ساعتها انا وعبد المنصف وحماسه في اوضه. اوكي. وابتسام وامي ونوسه في اوضه ثانيه. ومن ساعتها هم مخطوبين. شت الزرار ده هيجنني، مش بشتغل بعرفش ليه. وريني كده اشوفها. انا سعيد بيس، معلش تزعلش يعني، سيدي الكاميرا مايداد جابها لي قبل ما يموت فانا بحبها. انا هشوفها مش هموتها. بليز صدق انا قلقت بعد بليز دي. هشوفها مره واحده مره واحده. اوكي بس تكير. ها اوكي بكير. حاضر. ايه سعيد وات ذا هيل؟ بقولك الكاميرا ماي داد جابها لي قبل ما يموت، قمت تف عليه كده عليها كده. شيت ايه ده اشتغل؟ انت بتبص على ايه؟ الماسوره دي اللي خارجه من البلكونه. عايز افتكر كان اسمها ايه؟ يا زرباب. يا كانت صعبه قوي. الزرباب؟ ده انا عايش في زرباب قوي. اسمها مزراب. مزراب. كل عينب كل. صدق انا افتكرت بقى حاجه بمناسبه العنب ده. فاكر لما كنا بنرمي عنب على الناس ويشتمونا؟ تعال نجرب. اوكي. طب استنى استنى خد واحده بايظه. اوكي اوكي ريدي. يا كلها الحال دلوقتي اتغير. دي بايظه. هي فعلا بايظه. كل كل. اكل ايه بقى؟ اكل ايه دلوقتي؟ وانت ليه بقى مش اتجوزت انت وميرفت سعيد؟ هتجوز مين يا عم؟ دي عقبال املتك بقت مدرسه انجليزي وموسيقى في المدرسه بتاعتنا. انتوا عندكم مدرسه؟ مدرسه ايه يا عم؟ المدرسه اللي كنا فيها واحنا صغيرين. اوكي اوكي. يا يا طب يعني انا مش فاهم برضه، يعني هي بقت وحشه لما بقت مدرسه؟ بقولك بقت مدرسة انجليزي وانا يا دوبك معهد سنتين والعلام بيحب العلام. اوكي اوكي يا جارد. يا 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 يعني انت سعيد فكرت وقررت ان هي مش ممكن ابدا هتبصلك يعني ومش هتحبك من غير حتى انت مش ما تقول ما تقولهاش ما تقول كده حكاية دي؟ انا متأكد انها لا يمكن تفكر فيا. اوكي. سوري سعيد ماما. يا اسمك ايه ماما؟ فادية. نادية. يا كانت فادية بنتي بنتي. ميرفت. لو سعيد سعيد يا شباب بطيخة سعيد. العجلة بتاعتي دي يا هورسيز فين؟ فين عجلتي دلوقتي؟ ها سعيد. اوه ايه سعيد الكتاوت برضك؟ طب اجيب لك طوبه. ها مش هتشتغل بالطوبه ده اصله المرش. طب اجيب لك زلطه. اسكت بقى يا مصر.
ايه الاخبار يا سعيد؟ بس يلا منصف. منصف انا كنت عايز اقول لك حاجه. انا سمعتك انت وابتسام وانتوا بتتخانقوا، اوكي؟ بعدين انا حاسس ان انت سابق المشكله اللي هي حقيقيه ومخلياك نيرفز وكده وبتتخانق على متاهات. متاهات؟ سوري اقصد تفاهات يعني. انا عارف كويس انت وابتسام عايزين يعني هو دايمين انتوا انتوا تلعبوا عليك العروسه يعني مع بعض، اوكي؟ انا فاهم تمام. فعشان كده انا لقيت حل، اوكي؟ لقيت حل، لانه انا عارف المكان فوق مش هينفع، ولو عملتوا كده مع بعض كلنا هنبقى عارفين طبعا. يو ايه ها اوكي. عشان كده انا لقيت حل. ايه رايك انت تاخد ابتسام وتسافروا، تروحوا باريس، تروحوا سبين، تروحوا هواي. انا فكرت في كده فعلا. ريلي جود. هي امريكا علمتك الهبل والبجاحه. اي مان ما تركزش قوي كده، صدقني بس اسمع، مش احسن ما تستنى كل يوم اربع تتفرج عليها وهي بتمسح في الارض؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ سعيد قال لي. سعيد يا ده قال لي القهوه كلها. قال لي القهوه. انا هو بهزر معاك. سعيد كده واحنا بنتكلم فوق قال لي يعني من غير ما يقصد. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال ومن غير يعني من غير نرفزه وهدوء شديد جدا يعني. انت مال امك؟ سوري انا مش فاهم الجمله بس ساوندز لايك شتيمه يعني؟ لا شتيمه، شتيمه لسه جايه. كلمه واحده كمان وهذكر الست الوالده بافظع الشتايم والاوصاف في امريكا وفي مصر. اوكي؟ اوكي. طب ممكن توسع كده عشان اروح الشغل بقى؟ انت شغال هنا؟ انت اتحلفت علينا من اني داهيه. صباح الخير يا سعيد. لا بقى معبير، خدي حماصه في ايدك. تعالى يا حماصه اجري يلا. سلام اخويا. باي حماصه باي. طب كده يعني حماصه لا احد يوصله، احنا مين يوصلنا بقى؟ اتوبيس الشعب بقى. يلا بنت بقى. سعيد سعيد تعالي تعالي. اه خش خش. يا نهار اسود، تعال تعال تعال. خش خش واحمي ظهرك، احمي ظهرك. اوكي اوكي ويت. سوري بس مش عايز لأي حاجة أمسك فيها. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده يا أستاذ ده؟ إيه يا أستاذ ده أنت؟ أنا بس لو أعرف ألف لك. أوعى تلف له لا يبوسك في بقك، ده المتحرش رسم طلعته ده تقريبا. وات؟ نو 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 نو. أيوه نط يا مصري، نط يا مصري، الحقوني الحقوني. مصري مصري انت كويس؟ ها انت سليم؟ ها استنى يا عم، انت تشرب ولا انت صايم؟ لا انا صايم صايم. انت سليم؟ حرك ايدك مش تنشف كده. ما انت اللي غلطان يا مصر، المفروض تنط مع اتجاه الاتوبيس مش ضد اتجاه الاتوبيس عشان قوه الدفع بتاعتك ما تبقاش. خلاص يا سعيد، هو انا هعمل دكتوراه في النط؟ خلاص مش راكب تاني اتوبيس. مدرستنا اهي. اه صحيح. ايه ده؟ مدرسة النيل. ياه الله، مش النيل كان هنا؟ ايه انت لسه فاكر؟ ده دلوقتي في عمارات طلعت وزحمة. ميرفت شغالة هنا. شغالة؟ مش انت قلت لي يا ابني انها مدرسة مش شغالة؟ شغالة مدرسة هنا. اه اوكي اوكي. اه مدرسة النايل. ياه اور سكول. ايه رأيك؟ شفت المدرسة بقت حلوة ازاي بعد ما جددوها؟ قصدك هببوها. جددوها ايه؟ دي بقت تقرف. ليه عملت كده؟ والملعب ده مش كان كبير جدا؟ ده بقى صغير قوي. طب بقول لك ايه، انا عايز اروح الحمام. فين هو؟ اخر الطرق. روح لحد ما حضره النظر يظهر. ليه مستخبي؟ نقول له ايه؟ ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو فيري ماتش. يلا سمعوني. ثانك يو فيري ماتش. هي هي اكسكيوز مي، هي اسمها فيري ماتش مش فيري ماتش. انت مين حضرتك عشان تقتحم الكلاس؟ كلاس؟ اوه شيت. طيب خلينا بس في فيري الاول. انت مين؟ انا مصري. وعامل فيها فورنر ليه لما انت مصري؟ الفيري ماتش قال ثانك يو
very much. Thank you very much. Again. Again. لا أنا جاي لك. لا لا. أنا عايزة أعرف مين حضرتك وإزاي تدخل عليا كده كلاس. كلاس إيه؟ مفيش حاجة اسمها كلاس. كلاس يعني ده كلاس وده كلاس وده كلاس. دول كلاسات. أنت بتعملي غلط. لا صح. أوكي لو صح اتفضلي قولي. قولي كده فايبريشن. فايبريشن يعني هزاز. يا ولد. طيب قولي بقى كده آخر حاجة يعني فايكنج. فايكنج. فايكن. ده أنت فايكن نص عمرك. أبلا ميرفت ميس نيفين بتقول لحضرتك وفي بروفا النهاردة؟ إيه التلوث اللي أنا سمعته ده؟ روحي يا وردة قولي لنفين أبلا ميرفت بتقولي؟ لا في الإنجليش فولا فولا فولا. استني يا وردة قولي كده very much. very much. أنت بتسقفي على إيه؟ أنت نشرتي المرض كله في المدرسة. إزاي تعملي كده في الكيدز؟ إزاي؟ ها ده أنتوا تقابلتوا؟ مين دي؟ أنت تعرفها يا سعيد؟ ده مصر العربي. أنت مش فاكرها؟ دي ميرفت. دي ميرفت؟ مش عايز افتكرها. كفاية انت فاكرها. اوكي؟ دي بتعلم الكيدز غلط يا سعيد. سعيد المدرسة بالانجليزي. هي دي اللي بتعلم حماسة اخوك. شوف كسد معاك ازاي؟ يا سيكس سيكس. انا رايح الحمام يا سعيد. الفستير مغلق عشان بيصلح. فظيعة في الانجليزي فظيعة. اوكي اوكي اوكي. ما تزعليش من مصري. اصله بيتكلم امريكاني ومالوش في الانجليزي. عشان كده attention. طب هو جاي إقامة ولا جاي في سطور؟ قلتي جاي إيه؟ قلتي نزل إيدك. قلتي يا إنتي الشاكت الشاكت شاكت إيه؟ طبي قلتي طبي سو نو ما تتكلميش خالص إنجليش. قلتي أنا جاي ليه؟ طبي هو سعيد. لا مش هسيبها سعيد مش هسيبها سعيد مصري طبي. أنا جاي هنا أم في سطور. قالت صح في سطور أنا سمعتها في سطور. أنا جاي في سطور. أنا أنت قليل أدب. هو سعيد أنا اتهنت هنا في المدرسة. أنا رايح حمام في سطور. شت شت. انا زباله زباله زباله. قفشتك. بتعمل ايه يا مصري؟ ايه مفيش انا بس كنت بقول حاجه للصور. مش دي حركات زباله. طب يلا 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 بس اوعى تدوس في المي. اعمل ايه؟ ما هو الحمام ده بتاع المدرسه مقفول وما لقيتش حمام في الشارع. اعمل ايه يعني؟ جبت لي الشهاده بتاعتي من حضره العمده من حضره الناظر. اه تمام بكره نستلمها في 5 دقايق. اوكي. ما قلتليش ايه رايك في ميرفت بقى بعد ما كبرت؟ قصدك بعد ما تحولت؟ دي بتقول شاكت يعني عارف بقت كده تقولوا انتوا ايه عليها دي اسمها بيئه. ميرفت بقت بيئه يا سعيد. ايه ده شاكت. يلا 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 اتفضل يا بيه. هنا على الكرسي؟ اه اوكي ممكن لحظه. اه تيك يور تايم. Oh my God! What the hell? يا حيوان! Shit! Shit! ها عملت ايه؟ مرضيش صورني. ازاي يعني؟ يعني قال لي ان هو مش في المود. مصري ابقى بالبطاقة. مين ده؟ ده العسكري اللي صورني. حالكم وافتح الله انا جبت لكم ورق منين وجبت منين الله يلعنكم بالعيش شغلكم يلا وشفتكم يلا وانا اروح فين بقى في الاوض دي كلها. سوري سوري استنى مش هنا قبول الطالبات. المكتب اللي جوه. طب في شباك لسه انا ما وقفتش عليه. اتفضل استريح. كل سنه وانت طيب. وانا طيب يا رشا. بتسلم عليك. الله يسلمك ويسلمها. رشا مين؟ رشا دي. شيل يا ابني شيل فلوسك دي. عارف لو مش شكلك طيب وابن ناس انا كنت عملت لك قضيه دلوقتي. ام سوري ريلي. انا اسف. انا اعذرك يا ابني بس خلي بالك صوابعك مش زي بعضها.
وبرضه الناس ما هي زي بعضها. عشان بقى الكلام الحلو ده خد دي كمان. هو كده بقى الكلام يحلو. كل سنه وانت طيب يا راجل طيب. جاست كان ويز يو. انت اسمك ايه؟ انا اسمي هو لازم يعني؟ انت مصري؟ ايه مستعر؟ ما تقول انا مصري. لا بقول انت حضرتك. خليك هنا خمس دقايق وجاي لك. ايه خمس دقايق تاني؟ خمس دقايق؟ باسبورك. يا باسبوري المصري. ابوس ايدك اخيرا حزافر. ظفرني بقى. مصر كمان بتحبني. انا استحاله اتخلى عن مصر. انا بحب مصر جدا. ليه ما اعرفش ازاي؟ بس استحاله اتخلى عن مصر. مصر كمان لازم تحبني ولازم ارجع مصر في يوم من الايام. مصر دي شيء عظيم بالنسبه لي. ألف شكر. يو ويلكم. أنت مسافر برضو؟ يا أنا كمان مسافر. ورايح فين في أمريكا؟ رايح ولاية شيفاجو لأصحابي. شيفاجو؟ شيكاغو. شيفاجو. والنبي ما تلخبطش معلومات أنا مصدق. إنما أنت رايح ولاية إيه؟ أنا رايح ولاية كاليفورنيا. كاليفورنيا؟ يا دي فين دي؟ دي عند مضيق جبل تامر، عارفه؟ دي في الشمال. جنب شيفاجو على طول. انما انا مش شايف معاك لا ورق ولا حاجه. انت جاي تاخد فيزا برضو؟ يا بس انا الحقيقه يعني عندي وضع مختلف تماما. يا عم هنا مفيش غير وضع واحد، كل حاجه بالورق. ورقه بتقبض كام وورقه بتشتغل ايه. بص انا اصلا فني كمبيوتر وغلبت عبال ما غيرتها وخليتها مبرمج كمبيوتر، ودي ورقه الاتش ار. أوكي. لازم كمان يبقى معاك كشف حساب باسمك في البنك ما يقلش عن 80,000 جنيه زي ده كده. خاله حطهم لي واول ما طلعت الكشف سحب فلوسه في نفس اليوم. بطي قوي هو. برضو وهي دي بقى يعني كل الاسئله اللي بيسالوها؟ لا في اهم سؤال، ايه اللي هيخليك ترجع مصر تاني وما تكتش؟ ودي برضو ليها ورقه؟ انت غلبان قوي. دي ليها اجابه نموذجيه. اللي هي ايه بقى؟ انا بحب مصر جدا. ليه معرفش؟ يمكن عشان ذكرياتي اللي فيها، يمكن عشان ناسها الطيبين، ليه معرفش؟ بس مصر دي فيها عشوائيه كده، عامله روح كده. روح ايه؟ ايوه عامله دفء. انت مش مجهز كلمتين تقولهم ولا ايه؟ لا 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 انا وضعي مختلف، انا مش هيسالوني كل الاسئله دي اصلا. Do you have HR letter? Do you have bank statement? No, I have. كده احنا خلصنا. What is this? Huh? Are you crazy? I'm an American. Hey, I am American. Ha, ايه اللي عملتيه هنا ده؟ Wait. I'm an American. كل حاجة زفت وكل حاجة غلط. هو احنا يا ابني قصرنا معاك في حاجة؟ ما انت وسطينا اهو. وسطيكوا؟ بعمل ايه بقى انا وسطيكوا؟ ممكن حد يقول لي بعمل ايه وسطيكوا انا؟ انا لا فاهم الناس ولا الناس فاهميني. انا حاسس ان انا خلاص بقيت مسجون هنا في البلد دي. وهزيت طولك ليه من الاول وجيت لحد عندنا لما انت حاسس انك انت مسجون؟ كنت غلطان. كنت فاهم ان مصر هي امي وبلا بلا بلا بلا. بص يا ابني انا مش هقول لك ان بلدنا دي احسن بلد وان ناسها احسن ناس، لان يمكن تكون في بلاد احسن من بلادنا وناسها احسن من ناسنا، لكن احنا على الاقل احسن من غيرنا بكتير. في ايه؟ قول لي احسن من غيركم في ايه؟ انتوا عاملين نفسكم مبسوطين. مين مبسوط؟ منصف مبسوط؟ وهو مش لاقي مكان يعيش فيه هو ومراته؟ ولا ابتسام مبسوطه وهي مش عارفه تصبر نفسها ولا تصبر جوزها؟ ولا سعيد؟ سعيد عنده 30 سنه لسه قاعد مع امه لحد النهارده عشان مش عارف يشتغل ولا لاقي شغل. وبكره هيكون حماسه زي سعيد ونوسه زي ابتسام. انت نفسك عاجبك حالك؟ تلمي انت عاجبك حالك؟ Right.
انا ابني دايما بقول الحمد لله، ولا اقولها لك بالامريكاني يمكن تفهم. احنا هنا عندنا الكونسبت بتاع الحمد لله. انا لو ابص للظروف زي ما انت بتبص ممكن اشوف فيها حاجات سيئه كتير وممكن اكفر. تعرف انت لو كنت بتدور في الظروف الصعبه اللي انت بتتكلم عليها ده ايه، كنت قطعا لقيت حاجات فيها حلوه كتير. بس المساله دي بقى عايزه واحد بيشعر، بيحس بام عظيمه زي ام سعيد، ست صبره محتضنه ابنها شايلها بتصرف عليه وعمره أكتر من 31 سنة لغاية ما ربنا يأذن ويلاقي شغل. تحس بواحد زي منصف أفندي، راجل الدنيا بهدلته طحنته بهدلته يمين وشمال وهو صابر ثابت لم يفقد إيمانه بربنا. يمكن زي ما انت بتقول في أمريكا حاجات حلوة كتير، بس دي مهضور عليها، ممكن نوصل لها في يوم من الأيام. إنما إحنا بقى عندنا حاجات من الصعب جدا الوصول ليها، وإلا كنت زماني دلوقتي قاعد وقدامي واحد بيشعر بيحس. ينو أنا جيت مصر وكنت فاكر إن أنا هشوف الصورة اللي أنا سبتها فيها. عشت في أمريكا 20 سنة وأنا حابس الصورة دي في دماغي عشان ما تتمسحش. 20 سنة كنت بحلم باليوم اللي أنا هاجي فيه هنا عشان أشوف الصورة دي تاني. يا ريتني سبتها تتمسح. هو أنا وقتها ما كنتش هعرف بقى إيه الحلو اللي أنا سبته والوحش اللي أنا جيت هنا شفته وعشته. وأنت جاي بعد 20 سنة تقولي الظروف. كده يا موسى انت عندك ايميل اوكي مبسوطه؟ اكسكيوز مي، هو ايه المواسير اللي انت حطاها في راسك؟ دي بوكليت مصري. يا قلت لي لما فتحت العدسه تبقى 2-8 اعمل ايه؟ تدخل تنام. طب ما تيجي ندرحجها في الارض. لازم يعني تسلف الفيسبا بتاعتك لعبد المنصف. الناس لبعضيها.
حريمي يا استاذ. يا ستي مش حريمي. لا حريمي جالك كده. ايوه انا نازل هنا اهو. بقيت محترف اتوبيسات. ايه ده برضو انا اللي ايه ده؟ ايه يا اخي ده انت؟ جميلة قوي تسلم ايديكي حبيبي. وراحت حماتي قايله لي مع السلامه يا حبيبتي وراحت متكيالي على السين. ايه اتكت على السين؟ تخيل عارف يعني ايه؟ لا اقول لك. لما تتكلي على السين معناها روحي في 60 داهيه ووري. رحت قلت ما بديهاش بقى ورحت سايبه لهم البيت. تسيبي البيت عشان حماتك استرست على السين؟ قولي لها يا ميرفت قولي لها. يعني مش السين دي اللي هي لايك كده؟ لا 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 مالكيش حق يا ابتسام. لا ما هو كيت على كيت من امه قلت مفرقعه بقى وطقيت. ولو اللي الست اللي تقعد تاخد بالها من الحاجات دي تبقى ست فاضيه كده يا مصري. انا بقول لك كده عشان بعزك. انما انت مالك انت مين اتك على مين ولا مين عمل مين؟ ايه قصه الحروف دي؟ كنت عايز نعمل ايه يعني؟ شوفي اي حرف تاني غير السي. خدي بالك من حياتك. شوفي جوزك حطي اخضر حطي احمر حطي اسود. مش تقولي لي مين اتك على العين ولا مين مصمص في اللام الف. سين ايه دي؟ لا لا ده كلام فاضي. ده كلام فاضي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شفت اتكيتوا على السين. قومي يا مصري. نعم. هتطبق العجوه من على البوفيه. اوكي حلوه دي؟ حلوه قوي. ده ورا نفس الفراخ. العجوه بقول لك ايه يا مصر؟ يا كنت عايزه في كلمتين كده. افهم عايزين عجوه. اه بس ده مش العجوه اساسا. والله كنت شاكك. يبقى اكيد هي دي العجوه. يا اقعد اقعد. مستعجل على ايه؟ والعيد هيخلص. مش بنعمل كحك كده وقريبه. ها مش هيخلص يعني. اوكي انا يعني اصل هو صعب عليا شويه الكلام. كنت عايز يعني اقول لك ما تزعلش مني عشان انا كنت اجريسيف معاك قوي. يعني بكره العيد واحنا لازم نصفي اللي بيننا بس انت برضو غلطان. انا؟ اه طبعا غلطان. ليه؟ يعني لما تقول لي مراتك وبتبص عليها وهي بتمسح يعني ابتسام يعني كلام ما ينفعش. وبعدين الكلام ده كله اساسا مش صحيح. والله مش صحيح. لا صحيح. صحيح ازاي؟ انا شفتك اصلا دلوقتي وانت داخل كمان كنت بتبص عليها كده من كحك لكحك. عشان كده رحت متكلك على السين. تصدق ان انا جزمه اساسا اني عبرتك؟ وات؟ قوم من هنا. قوم. ماشي. ماشي ماشي يا رخم. هقوم. سعيد. ايوه ماما بتنده لي. اصلا بتعتمد عليك في كل حاجه. سعيد بعد اذنك. ايه يا ماما عايزه ايه؟ شيل السجان وديها الفرن قبل ما تزحم. هو انت غاويه تتعبي نفسك وتمرمطيني معاكي بالكحك ده؟ ما كل الناس بتجيب جاهز. انت كل سنه تعمل المناعه دي؟ يلا بلاش لك اعشيلهم. يلا حاضر. استنى يا سعيد. خد. لا معايا فلوس. لا دي العيدية. يبقى انت معايا هتاخد عيديتك مني. يلا. خد يا مصر. نعم. خد يا مصر العيدية. واحنا فين العيدية بتاعتنا؟ ولا ناس في ناس؟ بصي بكرة ان شاء الله لما فك. السجان دي بقى هنوديها الفرن؟ اه اخر الشهر. اوكي. عارف يا سعيد لما هاجرنا امريكا كنت بقعد اتحايل على ابويا ان احنا نيجي مصر هنا في العيد. بس هو عشان يصبرني كان بيديني العيديه هناك. لحد بقى ما جه عيد من العيدات نسي. عرفت بقى وقتها ان احنا مش هنيجي مصر تاني ابدا. حتى العيديه اللي هو كان بيديهاني هناك ما كانش ليها طعم. زي العيدية كده اللي اديتها لي امك واحنا فوق. اوعى سعيد تبطل تاخد عيدية من امك مهما كبرت او رجلك كبرت. اوكي ما تقلقش عليا. انا عيد مش عيد باخد عيدية. تعرف تسيب ايدك؟ اه سهل قوي. اه شيء. ايه ده؟ انت طب خضيت ولا ايه؟ ايه ده بومب العيد. طب اجري Thank you.
قوي المكان ده، بس في ريحه مغرفه قوي كده، مش عارف ايه ده. ريحه إيه؟ ريحه ايه دي؟ دي ريحه الفسيخ. ايه؟ هي وي 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 وي، ده واحد ياكل يا جماعه. ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ ده باص، انتوا ما كنتوش حاطينه في الثلاجه؟ دي احلى حاجه فيه، ريحته حلوه قوي. يعني هو كده اصلا طبيعي؟ وبتعمل ازاي الفسيخ ده؟ ده يا سيدي بيبقى سمك بوري، بنسيبه لما يملح ويسود ويعفن بعد الاكل. ليه يعني هقرف يعني؟ انصف انصف. ايه مان، ممكن نتمشى مع بعض شويه؟ لا. طب ممكن نجري؟ فيها مصر. نمسك النصف. ايه ده، مفتاح حظ؟ لا ده مفتاح شقتي، بس فيها كل الحظ. اوكي، شقه فاضيه. خد ابتسام واطلعوا على هناك بقى وعيشوا، ممكن دانس ترقص بقى تعمل اللي انت عايزه هناك. ايه رايك؟ انت عايزني اخد مراتي الست المحترمه الكمل في شقه فاضيه؟ لا طبعا، عيب عيب عيب. اوكي خلاص، خليك في الشقه المليانه يا منصف. استنى بس استنى بس، انت بتقفش كده الكلام ماخد وعطى. تاكل يا مصري. نو ثانكس، انا شبعت بالريحه. اقول لك شبعت الفسيخ، خش على الملوحه مربى. ارجع ارجع، دي ميته. ميته ايه بقى؟ انا بقول لك انت تعالج من اخيرك، دي اجمل حاجه فيها الحته، حاجه تفتح النفس. لا لا لا، ما يفتحش نفسي الكلام ده. انا يفتح نفسي كلب ميت يكون منفوخ كده. يا سلام، واو. بس اكل قرف. لا يا راجل، كل بقى يا اخي، انت بتفخر فوق. كل انت. صافي استاذن انا. يلا ابتسام. ايه رايح فين يا منصف؟ رايح فين؟ عايد على امي. طيب وليه واخد ابتسام بتسيبها؟ ما ينفعش عايد على امي من غيرها، لازم احنا الاثنين نتعايد مع بعض كل سنه وانت طيبه وانت طيب. سبت الليبيا يا بابا. يلا اللي هيشبط فينا. يلا انا هقوم اغسل ايدي. بقول لك ايه يا ام سعيد؟ ايوه يا ام ميرفت، يا اختي البت ميرفت استاذ التاريخ اللي معاها في المدرسه متقدم لها وراسها وقالت صارمه ما تتجوز. انا هقوم اغسل ايدي بقى. اقعدي معاها تلينت مثلا وتكلميها. انا عارفه ان هي مقنعه. ميرفت، انا كنت عايز اقول لك حاجه. ممكن يكون في يعني حد عايز يقول لك حاجه، بس هو مش عايز عشان هو ممكن يكون انت العربي بتاعك مش سعفك. سبيك انجلش وانا هفهم. ريلي ساوندز جود. اوكي كول. طيب بص ميرفت، سعيد he helps everybody, okay? And he needs someone to help him, okay? Huh? فهمتي؟ Yes, got it. Thank God. I understood everything. We are very happy in this country. The trees, the Nile, everything, everything. أنا فهمت إن أنت سعيد. طب ما تقول I am happy. Fuck it. Go, 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 go من هنا. إيه ده؟ أنت ما أكلتش حاجة خالص يا مصر. خد اللقمة دي أنا عاملها لك بإيدي. خد يا مصر. اوه ده بيكهرب. خشي خشي. الحمد لله حد شافنا. ايه ده؟ تلاقي الواد مصري ده طلع جدع بجد. شمع ومانجا منصف، وحشتك. وحشتيني، اللي كنت قربت انسى شكلك. ما كفايه بقى مصر، الدنيا هتلين. مش خايف بطني توجعني؟ لا، الفسيخ ما فيهوش وجع بطن، يا تموت يا ما فيش. الله يطمنك، بس انا تمام الحمد لله عايش. حلو قوي، بس هو ريحته شويه هي المشكله. هي مين اللي بتغني دي؟ دي شيرين اياليه. بس هو معقول لسه حد بيشرب من ميه النيل لغايه دلوقتي؟ ما انت بتشرب منها اهو. هي دي ميه نيل؟ صاحبك ده فرفور قوي. سمعتك يا كلب. اللي بيحصل لك ده من الفسيخ. الميه بتاعتنا زي الفل، ما بتأذيش المصريين. ليه؟ بتشوف بطايقهم الأول؟ أنا مش عارف أنت مش عايز تروح شقتك ليه؟ يا أخي أنا عايز أرجع عندكم.
هو منصف فين؟ وحشني وحشني قوي يا اصله. منصف الف بعد الشر عليك يا مصري. ثانك يو يا ام سعيد ثانك يو. شد حيلك يا حماصه نوديه شقته. لا لا يا سعيد لا شقتي لا يا سعيد مش هينفع شقتي. يا عم خلصنا بقى. انت مش فاهم حاجه ده في واحد هيتفضح لو رحت الشقه. التليفونات بقى ها. ايه ده ماله ده؟ انت كنت فين كل ده؟ اصل الحاجه كانت تعبانه قوي. وايه خفت ولا ايه؟ لا زي الفل ده الحمد لله 100 100. طب اوكي طيب تعالى بقى يا منصف لو سمحت طلع لي مفتاح الشقه بتاعتي ها من الجيب هنا. استنى طلعه لك. لا 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 هو عارف مكان جيبي فين. الجيب ده؟ يعني ايه 100 100 100 100. معلش الحاجه خلصت. اوكي لقيته. كان في الجيب اللي ورا. اوكي حطه بقى في الجيب ده. في الجيب ده كده صح كان هيضيع. ثانك يو ثانك يو. ده انا اللي ثانك يو. ايه ده بس 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 فيري ماتش بس تي مش ماتش بوس. يلا بالراحه. انت بتعمل ايه يا سعيد؟ استنى بكشف عليك. اوعى اوعى لازم تعمل سونار. اوعى يا باري من هنا. اقوم اروح فين انا؟ لا مش انت البغل التاني. حاضر يا ماما. انا بقى عمالك فرخه بحل عشان تتقوي بيها. يا مسعيد فين انت؟ مش شايفه بطني عامله ازاي؟ بص يا مسعيد بصي مش لما اللجوم ده ينزل الاول. انا لا يمكن لا يمكن اكل ميه واشرب فسيخ تاني يا بطني. انت شويه شويه هتتعود. اصلك انت ما انتش متعود. هتتعود بقى ويجيلك تناحه وتكسب مناعه وتاكل براحتك. وبعدين كمان انا عطشان قوي. هو انا هموت؟ لا 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 بعد الشر عليك يا مصري. اصل الفسيخ يحب الميه. اوكي خد يا حماسة لو سمحت. روح بقى هات لنا ازازتين ميه، واحده ليا واحده للفسيخ. اوكي من فين؟ من الكشك اللي تحت. يوه هو الفسيخ كان طعمه حلو مش عارف ايه اللي حصل بقى فرقع في بطني ولا ايه. اكل انفتاخ جامد. عارف حماسة فرق رهيب بين المايه دي وبين مايه الحنفيه. اكيد بس مش عارف طعمها غريب برضو كده في حاجه غريبه. انت جبت المايه دي منين؟ من الكشك اللي تحت ده. ما طعمها غريب كده ليه؟ ممكن يبقى من الفسيخ بقى. صحيح الباقي خلي ليك حماسة. هي مش امك دي طلعت القمر وحطوا العلم بتاعهم على القمر صح يا مصري صح؟ ايوه ليه بتسال؟ طب ازاي بقى العالم كان بيرفرف مع ان قالونا في المدرسة ان القمر مفوش هوا؟ ازاي بس؟ تعرف ان انا بعد سنتين مش هتوافق بيا. سعيد لا ما تقولش كده. سعيد قول لها قول لها ولو وافقت يبقى كويس لان هي كده هتكون مش بتفكر بنفس طريقتك المتخلفه دي. وحتى لو ما وافقتش برضه هيكون كويس. عارف ليه؟ عشان هتبقى انت كسبان ان انت طلعت اللي جواك. صدقني مش احسن ما يجي يوم بترجع تندم وتقول يا ريتني قلت لها. بس مين بجد سعيد؟ قول لها قول انا بحبك يا ميرفت. سيد انا بحبك يا ميرفت. سيد انا بحبك يا ميرفت. اوكي ماشي. كنت
لا قول لي يا مصر حقيقي. يا هي امريكا حلوه زي هنا كده؟ اوف كورس امريكا فيها حاجات حلوه كتير. بس عارف انا بيتهيألي يا منصف ان الاختلاف ممكن يكون في الكالتشر. ليه يا عم؟ ما احنا عندنا كاتشب برضه. عندنا ايه؟ كاتشب. كاتشب؟ اتفضل. بقول لك اسمك منه ركز معايا انا، ده دماغه في البطاطس والكاتشب والهمبرجر. كاتشب ايه يا زعيم؟ بقول لك كالتشر. بس عارف يعني هنا في دفى كده. والمكان ده عنده كام سنة؟ 16 وماشي في ال 17. شوف يا مصري، المكان ده في نوفمبر الجاي يتم 1000 سنة وشوية. لا لا بجد عنده كام سنة؟ اه والله يعدي ال 1000 سنة كمان. 1000 سنة؟ واو، ده على كده بقى المعلقة دي ممكن تكون قاعدة من أمريكا. البتاع ده مليان شطة. شطة صفر. إيه ده؟ شطة صفر. إيه ده يا مصري ده؟ شفت؟ ده انت هتفزني بقى. ايه ناقصاك يا عم؟ هات ليمون، هات ليمون، هات ليمون الحبايب. ماشي ماشي يا مصري. شوية شاي يا ابني وحياتي. شايفينه؟ لا كده همشي. همشي؟ صعبة قوي دي، صعبة موسى. طب خليه هقوم. هقوم. هقوم في البحر. كفاية بقى مصري. ده ايه الرخامة اللي بيتوا فيها دي انتوا الاثنين؟ انت السبب. ايه الجامد؟ سبع. خواتم. الآن. عقدان. بكام بتاعت امريكا دي؟ ب 100 جنيه. ليه؟ دي فضي اصلا. ايه ده مفيش مصر؟ في. في. بكام بقى؟ 25 لوحده. ليه مش فضه؟ فضه ما تتباعش يعني. اوكي طيب امسكها. انا هاخد واحده اوكي؟ لا انا هاخد بتاعت مصر. واو حلو. ها عالم ايه ده؟ فين عم ربيع؟ ايوه زيت حار عم ربيع. ان شاء الله. ماشي عم ربيع. فين بقى؟ فين عم ربيع؟ ايوه. شبعت؟ ناكلها بقى معجوع. بقول لك ايه يا عم ربيع؟ ايوه. هو انت بتيجي كل يوم ولا يوم ويوم؟ يا ده انا كل يوم هنا من قبل ما انت تتولد، ما فوتتش يوم. عايز 10 ترغيفه يا عم ربيع. خد يا 10 ترغيفه. اهلا، ازيك يا عبير؟ مساء الخير يا ام مصر. النبي تناولها 10 ترغيفه يا مصر يا ابني. حاضر يا عم ربيع. اهو معاشر اهو، خد شيك شوف ايه؟ ها؟ هتشوف الاسرار. ايوه ايوه مني. ولقيتهم فين؟ في حد جه سلمهم للامن ومشي. رحلة عذاب. ايه ده؟ ده الفلوس زي ما هي. حظك حلو. تليفون كمان محدش كلمني. دلوقتي تقدر ترجع تاني في اي وقت. يا 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 هو خلاص ماشي؟ ايوه سعيد الحمد لله. لقيت تيكت. طب ممكن اوصلك بالفيسبا؟ لا ما هو راضي تحت عشان بس الشنطه معايا وكده. ثانك يو سعيد. ممكن اخد الجلابيه بتاعت باباك دي، اصلها كانت بتريحني قوي يعني كده. تعرف انك هتوحشني قوي يا مصري. والله وانت كمان يا ام سعيد هتوحشيني جدا. صحيح يا ام سعيد، هو انت اسمك ايه اصلا؟ اسمي ام سعيد. الله، امال سعيد يبقى اسمه ايه؟ اسمه مجدي. حلوة، يبقى خد بالك بقى من امك يا مجدي. انا هنزل الشنطة العربية. اوكي سعيد، هتلاقي راضي واقف تحت مستني قدام الباب على طول. حلوة أمك. ها سعيد. طيب كنت عايزه بس كنت عايز اديله الظرف ده يا ام سعيد. لقيته عندي في البيت جوه في الشقة، بيتهيألي ان هو المعاش بتاع ابو سعيد، كان سعيد ناسيه جوه. توصل بالسلامة يا مصري.
نوسة. هبقى ابعت لك على الايميل بتاعك. اوكي وانا هستنى. يا حماسة. السنة الجاية بقى تبقى سيفن صح؟ سام والله هتوحشوني. مع السلامة يا ابتسام. أنا متشكر أوي يا مصري. على أي منصب؟ خلي بالك من نفسك. يلا. يلا السلام عليكم. مصري. نعم يا حماسة. على فكرة بس انت تعرفش مني، كنت بمرك من مامتي يا حفيد عشان ترجع تاني. ده على كده انا ليا فلوس كتير قوي يا عم. خد يا راضي ساندوتش فول من عند عم ربيع بس بجنيه مش بستين جنيه فاكر؟ اتوتكت قوي يا استاذ مصري، بيت مصري. شكرا يا راضي. توصل بالسلامة يا أستاذ مصر. خليها مصري بس بقى. راضي امسك. إيه وحياة أمي العيانة ما يحصل، خليها عليها المرة دي ومش عزومة مراكبية على فكرة. شكرا يا راضي. سيا. سلام. أكلمك ها؟ بالسلامة. Thank you. كمان. ايه ده؟ هو انت؟ انت خدت الفيزا؟ مش ممكن. شفت السفارة باظت. اه طبعا. اهلا. ازيك يا معلم؟ قول لي بقى الرحلة كانت عاملة ازاي؟ اكيد زفت. لا خالص بالعكس. حقيقة انا اتبسطت جدا. الله. انت كمان جبت الباسبور. يعني كانت زفت يعني. لا ده انا جبته علشان كان وحشني وعايز اقعد معاه شوية. لا كانت زفت. مش قوي. شوية يعني. بس برضو عارف مصر دي برضو كده فيها حاجة تحس كده عارف انه انت عارف مصر كان فيها ايه لما قلت لي عن السفارة فاكر؟ طيب واحد ساكت ليه؟ قول له بقى قول له مصر فيها ايه؟ اسمع عفار. لا مش ده اللي انت قلته. لا ما اقصدش كده. اوكي ماشي فيها عفار شوية يعني ما عارف اه فيها روح كده تحس انها روح شريرة. لا ما اقصدش. لا انت عارف انا اقصد ايوه الناس تحس انهم همج. اوكي ممكن يكون يعني في شويه همج بس في ناس تانيين تحس انهم حراميه. لا برضو الله انتوا قاعدين معايا ليه؟ قوم انت وهو قوم ايه ده؟ عيال هتي يا صحيح بيحوروا في اي هاتش. الكاميرا دي من النهارده بقت بتاعتك يا سعيد. انا عارف ان انت كان نفسك تبقى طيار. معلش مصور حلو برضه. وبعدين ما انت عارف يا سعيد مفيش حد في مصر بيطلع الحاجه اللي هو عايزها. مش ده كلامك برضه؟ وعلى فكره لو الزرار بتاع الكاميرا علق
يبقى انفخ فيه. فانا قلت بدل ما ابتسام ومنصف مركونين كده جنب جهازهم، هم يعيشوا في الشقه بتاعتي بدل ما هي مقفوله، ولو مفتاح الشقه اتعصلك يبقى زيتي. صحيح يا سعيد، كنت عايز اقول لك ان اللي بيترفضوا في السفاره الامريكيه دول مش الناس الزباله ولا حاجه، دول احسن ناس. زيك يا سعيد. حضرتك كويس؟ نو كويس. ايه انت شايفاني بلعب كوره؟ انا تعبان. في دواء معين طب بتاخده؟ لا انا ما حصلليش كده اول مره، ما بزمع ما حصلليش كده قبل كده. لحظه واحده. اوكي بسرعه بسرعه. كابتن في واحد عنده ازمه وشكله تعبان قوي. ازمه؟ وهو جنسيته ايه؟ شكله مصري. مصري؟ احنا في الجو، اديله اي مسكن وخلاص. نو حضرتك لسه تعبان؟ يس. ثواني ثواني هنشوف دكتور. لسه هتشوفه دكتور. استني عايز هوا عايز هوا. اوكي هوا هاوي بالباسبور الامريكي بتاعي. هاوي جيب هوا حلو قوي. اوكي هوا كويس. الحق يا كابتن ده طلع امريكاني.